يعطيكم العافية، معكم الأستاذ حاتم بيسي من مجموعة الوطن الدولية، دبلوم علوم الحاسوب، مادة لغة البرمجة جافا. راح ناخذ اليوم يا شباب إن شاء الله الجمل الشرطية اللي هي إف وإلس وسويتش، وإذا سعفنا الوقت إن شاء الله راح ناخذ الحلقات ونفوت فيهم. مشان إن شاء الله بركة نخلص من أهم شغلتين بالجافا أو بلغات البرمجة بشكل عام. كنا نحن نشتغل على هذا المحرر المخصوص كليج إيديا، شغلوه عنكم يا شباب مشان نكتب الكود. نحن أخذنا إيف، أخذنا الإف والإف، معناته حناخد السويتش بما انه ما اخذناهم. تمام، افتحوا محرر النصوص معي عشان نكتب. بس كنتم موجودين بالمرحلة جاهزين، اجوا لي مشان نبدأ نكتب. جاهز يا أستاذ؟ يلا ما أدري إذا ياسين جاهز أو لا. تمام، انا شايفه تمام. هنعرف انتجر اللي هو الدي، هناخد شباب نفس المثال إذا تتذكروا اللي أخذناه بالسي بلس بلس اللي هو أيام الأسبوع. شاورجيكم إنه كيف لغات البرمجة كلها شبيهة في بعضها، تختلف بس بالسينتكس تبع كل لغة إلى طريقة كتابة معينة. هنعرفه يساوي 4 مبدئيا. هنكتب سويتش، فتح لي القوسين لحالي. طب السويتش مثل ما حكينا يومتها بالسي بلس بلس، السويتش بده شيء لحتى أنا أشتغل عليه. أنا عشو بدي أعمل السويتش، عشو تقلباتي حتكون. السويتش إلو كيس، إلو حالات، عندي يعني عدد لا نهائي من الحالات بس نحطها. مثل ما حكينا السويتش مثل هو مفتاح، كيف إذا مثلا قدامكم لوحة تتذكروا بالأفلام القديمة، وكل لوحة وفيها إذا بتعرفوا مثلا تشوفوا بالأفلام لما تبع الصواريخ، فبيكون عندك سويتشات رقم 1 2 3 4 5 6 وهيك وهكذا. فأنتوا الصاروخ رقم 1 رقم 2 بتلاقي بالفيلم فتح هيك اللوحات، صار يكبس يعلي الزرار لفوق، فهيك عم يعمل السويتشات وعم بيفعل الصواريخ. هو عم يفعلهم بس ما أطلقهم. لما بده يطلقهم في زر تحت كل سويتش بيكبس عليه الزر الأحمر فبيطلق الصاروخ. في زر مثلا بيطلقهم كلهم، بيطلق المفعالين بس، وهكذا بهالطريقة تماما. هلا عم كمثال أنا راح تفهموه أكتر. حنطبع نحن كل ما هنالك system dot out dot print. هنطبع هو اليوم هو مونداي بالأسبوع، مونداي هنعمل له بعد البريك مشان يتوقف دائما بالسويتش في بريك. مش هون في غلط، ماني حاطط كيس، عفوا.
هاي الحالة الأولى للدي اللي أنا عم بشتغل عليه، اللي مسميه هون اللي عطيه قيمة ساي 4 وهو انتيجر. هأنسخ هاي الكيس نفسها وأعمل منها كذا نسخة عدد أيام الأسبوع. تمام، تمام. هاي عندنا الكيس، هاي كيس 2 3 4 6 7. هيكون عندي Monday Tuesday Wednesday Thursday, Friday, Saturday, Sunday. هذول كتبهم غلط، فعم بيقول لي مشان صلحهم. لاحظين يا شباب، لما أنا عم فعل حالي، مو أنا معرف الدي فوق 4، وأنا أساسا السويتش تبعي عامله على الدي وعطيه حالات، 7 حالات اللي هي الأيام. فلما أنا عم قله، طبعا كل حالة هي بس طباعة اسم الحالة، يعني أنا هلا بالحالة 4، لما أشغل البرنامج راح يروح على الحالة 4، راح يلاقي إنه طبع لي كلمة Thursday يعني يوم الخميس. راح أعطيه تشغيل، أشوف إنه طبع لي Thursday. هو أساسا معلم لي إياهم. لاحظوا لما أنا هون عم بحط 3، عم تعلم 3، لما عم بحط 2 عم تعلم 2، وهكذا. هي أبسط مثال عن السويتش. كتبتوا البرنامج؟ طبعا كلمة بريك هي مشان انت لما يعني البرنامج، لما انا حاط لك الدي يساوي 2، جيت لقيتها عملت العملية وبريك، بريك خلص، طلعت من السويتش كله، يعني كسرت الحلقة، هي ما انا حلقة يعني، كسرت الشرط، انتقلنا للشي اللي بعده، يعني ما في داعي ترتب شي على هدول مرة تانية. طبعا في شيء كمان أساسي بالسويتش اللي هو الديفولت، يعني أنا هون حاطط أرقام من 1 لـ7، طب بركي هون دي هو 9، بركي دي هو 9، فأنا راح أحط دائما
هما دايما لما أنا بكون بدي، يعني لما بعرف إني أنا هذا الرقم ممكن المستخدم يدخل رقم غير الأرقام اللي أنا بدي إياها، فحط بدل الكيس حط شيء اسمه ديفولت. ديفولت هالديفولت خليني أطبع بقلبه نفس الشيء system dot out dot print line بعض بكلمة error. الديفولت طبعا ما بده بريك لأني هو أساسا مر عليهم كلهم وما لقى، فأنا لما هعمل له run أشوف طبع لي error لأن الدي عندي 9 وما أنه موجود بأي حالة من الحالات هاي، فطالما ما في الشي اللي أنا بدي إياه من حالاتي فبعطيه الديفولت الحالة الطبيعية له، إنه مهما كانت قيمة الدي اللي أنت عامل عليه سويتش شو ما كانت قيمته فأنت طالع لي الديفولت. أما إذا كانت قيمته حالة من هاي الحالات فأنت اطبع هالشي اللي أنا طالبه منك. يعني إذا بتلاحظوا نسخة عن السي بلس بلس، كل ما هنالك اختلفت عنا تعليم الطباعة هاي، تعليم السويتش والكيس والبريك نفسهم. هون في ديفولت، هونيك ما في ديفولت بالسي بلس بلس، هونيك بيعطي ايرور. هون هل في بابليك ستاتيك فويد، في هالقصص هاي. يعني هذا اللي بيخلي اللغة تختلف عن غيرها. بما إن حكينا على الإف والإز من الدرس الماضي، فهلا إن شاء الله بنلحق الوايل لوب والفور لوب والبريك والكونتينيو. البريك موجود بالجمل الشرطية وموجود بالحلقات. نكتب برنامج صغير عن حلقة الوايل، هنعرف انتجر خلينا بمجال الأرقام i تساوي 0، هنقل له i أصغر من 5 طالما الوايل أصغر من 5 system dot out dot print ال i. بعدين حقول له i بلس بلس مثل ما تعودنا ونعرف. البرنامج هذا راح يطبع لي أرقام من الصفر للأربعة لأني أنا طبع لي 5 أرقام من الصفر للأربعة لأني معرف له أي تساوي صفر وأي اللي إنه أصغر من 5، ماني أي اللي أصغر أو تساوي 5. برنامج سهل وأخذناه بال سي بلس بلس بسيط جدا. فكرة الحلقات انتو بتعرفوها كثير منيح، بس ما انه صرنا زمان بعيدين عن الوضع حنرجع عليها وبالجافا حناخدها. المهم انتو تفهموا فكرة الحلقة يا شباب. يعني انتو شايف مثلا هذا البرنامج البسيط اللي قدامكم صدقا راح تستخدموه بفوق 1000 مرة بحياتكم كمبرمجين. يعني انتو بهمكم كتير بكرة بالأيام إنه شغلة تكرروها عدد معين، كتير 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 بهمكن هذا الشيء، فأكيد راح تستخدموا حلقات. يعني أنت بكرة عم تكتب برنامج عم تعمل أي شيء ما بتلاقي حالك إلا فورا دج عملت حلقة فور أو عملت حلقة واي. المهم أنت اللي بهمك تعرف تفرق بيناتهم.
الوايل هي هي طالما، وايل معناتها باللغة الإنجليزية طالما، طالما هاي أصغر من 5 نفذ لي هالشي هاد، يعني طالما بفوت بحق بشوف الشرط، هاي شو تساوي عنده 0 أصغر من 5 نفذ، زاد صارت 1 أصغر من 5 نفذ، هيك لحتى لا تحقق الشرط أم جا طلع برا. هاي هي ببساطة اللي مثلها اللي اختها اللي هي دو وايل. الدو وايل بنفذ الشرط مرة واحدة من دون ما يطلع عليه إذا تحقق ولا لا. هنشوف كيف معرفين اي تساوي صفر، هنقول له دو فتح لي قوسين لاحظين اعطيني غلط. ليش؟ لاني انا لازم اكتب شيء، طالما كتبت له دو معناتها انت بدك تعمل شيء حصرا، وهي معناتها باللغة system do out باللغة الانجليزية يعني دو افعل print i. راح اقول له كمان i plus plus هقول له while i أزور من 5. هون اعمل له انت اطبع لي الاي، تمام اطبع لي الاي بعد وزيدها 1، بعدين طلع على الشرط. يعني انا لو هون عندي الاي 9 اعطيه رن، حيطبع لي 9 مع انه 9 اصغر من 5، تمام 9 اصغر من 5 معناتها بدك تقول لي انت غلط. لا مو غلط، لان هاي الفرق بين الوايل وبين الدو وايل. الدو بتنفذ الشرط مرة واحدة بغض النظر عن لا عفوا بتنفذ البرنامج مرة واحدة بغض النظر عن الشرط. هي بتفوت على الشرط تحقق منه بعدين بتكفي، بس في عندك مرة واحدة تنفيذ للكود لمرة واحدة بغض النظر إذا الشرط محقق ولا لا. هون الـ i بتساوي الصفر، أعطينا run رح يطبع نفس برنامجنا من شوي من الصفر للأربعة. تماما دون أي مشكلة. في عندكم أي سؤال يا شباب عن السويتش وعن عن دو وايل والوايل؟ عم تكتبوا معي أموركم تمام؟ يا أستاذ، تمام. أستاذ أنا كتبت نفس اللي كاتبه، بس صار شيء غريب إنه قاعد ينطيني أرقام غريبة ومتكررة. هيك هون يطلع لي ما يوقف الرن، يظل مستمر 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 وينطيني أرقام. معناته شرطك ما نظامي، بدك توقفه وتورجينا برنامجك. شرطك اللي ضمن الوايل ما نظامي، لحتى عم بيضل يكرر حاله. اعتقد عندي غلط، ان انا الاي كان كابيتال لتر. ها معناته هو عم بدور على الاي تبع الكابيتال ما عم بيلاقيها، لذلك ايه عم بيضل يطبع الارقام. بالضبط، مش اخربط لان السيستم والباقيات لو لازم بالاحرف الكبيرة. إيه تمام طبعا ما في عندك بس السيستم اول حرف بالحرف الكبيرة، إيه مثل ما قلنا لأن الجافا حساسة لحالة الحرف، لما أنا كاتب هون أي صغيرة بدي أكتبها صغيرة ما بصير أكتبها كبيرة. ايه بالضبط استاذ. تمام هنفوت هلأ بالفور، هي نفس الوايل بس السينتكس تبع بيختلف وبينكتب كله بسطر واحد، تعرفوه انتو كتير منيح. نحن نعمل نفس البرنامج كمان بحلقة فور.
عن الفور. حلو، فتحني قوسين، هنعرف هون اي طبعا مثل ما قلنا من قبل، نحن ك فمثلا كمبرمجين أكثر شيء بنستخدم الفور، لأني مثلا ما بنضيع كذا سطر وكذا، خلص سطر واحد قلبه عرفت الفيرابل وأعطيته شرطه وقلت له قديش بدي إياه يزيد، بدي إياه يزيد ولا بدي إياه ينقص ولا بدي إياه قيمته كيف أو قيمته منين تنجح، وبعدين فتحت قوسين لأعمل اللي بدي إياه ضمن البرنامج. عرفت الـ i تساوي الصفر، قلت له i أصغر من 5، قلت له i بلس بلس، فتحت القوسين تبع إنه أنا شو بدي أعمل ضمن الحلقة، بدي أطبع system get out get brand line i. كمان نفس الشيء راح تباليها من 0 لل4، كمان عم قله 4 الاي 4 من اجل، يعني من اجل الاي تساوي 0 والاي اصغر من 5 واي بلس بلس، اعمل لي انكريمنت للاي، اعمل لي زيادة للاي، تبالي الاي، اي فاتت 0، اي اصغر من 5 صح، اي بلس بلس بيحفظها بالذاكرة، اول شيء بيطلع لي الاي كصفر، بعدين بيرجع للاي اللي زادت، بصير اي تساوي 1 اصغر من 5 صح، اي بلس بلس بيطبع 1، هون بيرجع اي صار 2. هاي السنتكس تبع حلقة الفور، واخذناها من قبل نفسها تماما 100% بالسي بلس بلس. مثال تاني بنفسه تماما، اي تساوي صفر، اي بدنا نقول اي اصغر او تساوي، اي تساوي 10، هون بدل ما اقول اي بلس بلس عشان اغير فكري يا اخي، بدي اقول اي تساوي اي زائد 2 وطبع لي الاي. شو راح يعمل بهالحالة؟ راح يطبع لي الأرقام الزوجية من 0 لل10، 0 فتنا مثل ما قلنا، هاي تساوي 0، هاي أصغر من 10 صح، هاي تساوي هاي زائد 2، حفظها بالذاكرة، بس أول شي بيطبع القيمة الأولية، طبع لي 0، راح هاي تساوي هاي زائد 2، 0 زائد 2 2، فات أصغر من 10 صح طبعا، بعدين اي تساوي اي زائد 2، 2 زائد 2 4، وهكذا. يعني شوفي بيخطر ببالكم شروط ممكن تعملوها ممكن تحطوها، يعني سهلة كتير بسيطة جدا، حنتوسع طبعا هلا هناخد اكتر. ناخذ مثال تبع الحلقتين الانر جروب، انر جروب واوتر جروب. هنيجي نكتب له فور، طبعا كتير 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 ممكن تستخدم انت حلقتين ضمن بعض، خاصة اللي بيشتغل مثلا بالعمل المكتبي، اللي بيشتغل مثلا بيعمل برنامج لمدرسة لجامعة لمشفى، اي تساوي 1 من اي تساوي 0 يا اخي، و اي اصغر تساوي 2 و اي بلس بلس، هنقله سيستم دوت
برنت لاين، اكتب كلمة اوتر، هاي مشان افرق بيناتهم. الاوتر يعني الحلقة الخارجية، خلينا نكتب زائد الاي عشان يطبع لي كلمة اوتر ويطبع لي جنبها اي حلقة خارجية انا بشتغل ضمن نفس الاقواس يا شباب تبع هاي الحلقة. هاي الحلقة الخارجية راح اعمل حلقة داخلية for integer اي تساوي، عفوا هكتب جي لاني احنا استخدمنا اي 4. طبعا بتحسن تكتب الأحرف اللي بدك إياها، بس هذا المتعارف عليه عالميا يعني جامعيا أكاديميا بأي مجال. الحلقة الأولى آي والثانية جي، وطالما في فور في آي جي أظهر أو تساوي 3. اكتبوا معي يا شباب هذا البرنامج جي بلس بلس، شو بدك يعني اعمل؟ بدي اياك تطبع لي سيستم جوت اوت دوت برنت لاين، اطبع لي كلمة انر هي الحلقة الداخلية، بعد هيك زائد جي تمام. راح أعطيه تشغيل خليني أحط فراغ بعد الإناء يطلع الفوق الأجمل. كتبوا نفس البرنامج يا شباب وشوفوا لي إذا هيطلع لكم نفس النتيجة، إذا تمام مشان نعمله شرح. تمام أستاذ. تمام يا شباب، فات على الحلقة الأولى برنامجنا معرفين الـ i تساوي 1، الـ i أصغر من 2، الـ i بلس بلس. مر نظامي أموره تمام، شرطه محقق، فات على الأقواس عشان يعرف شو بده يساوي. نحن ضمن هالأقواس، طالما حققنا الشرط بدنا نفوت نعمل كل شي جوا شو ما كان يكون. فتنا طبعنا أوتر، كلمة أوتر زائد أي، الأي عندنا تساوي 1. نزل البرنامج لقى حلقة تانية، حلقة داخلية انتجر تساوي جي، جي تساوي 1، أصغر أو تساوي 3، جي بلس بلس. سيستم أوت برنت لاين إنر، طبع لي إنر 1 زائد جي 1. ليش ما أجرب طلع لفوق؟ لأني أنا لساتني هون، أنا لساتني ضمن أقواسي الأولانية، لسه شرطي هذا محقق، لسه في عندي شغل هون. مر I تساوي J تساوي 2، مر J تساوي 3، إجا J تساوي 4 غلط، ما تحقق شرط، إجا خلص، تجي لهون لأ القوسات تبع انتهى. ما بيطلع من البرنامج ده لأني نحن هون I مخزنة بالذاكرة صارت تساوي 2. تجي على الشرطات، لو كانت بس أصغر ما بتساوي 2 كان خلصنا، كان كل هذه الكتابة موجودة. بس إجت محقق شرطي، رد نزل طبع له الأوتر زائد أي، الأي عندنا هون 2، ورد فات على الحلقة، رد كررها تماما نفسها، طلع منه الأي تساوي 3، إجا لهون شرط ما محقق خلص. يعني
اللي بدنا نعرفه انه نحن الانر لوب، الحلقة الداخلية رح تتكرر كاملة مقابل مرة واحدة من الحلقة الخارجية. هي النقطة المهمة جدا، بدنا يعني هون شو من كان العدد بده يتكرر كله ضمن مرة واحدة بس من الحلقة الخارجية، لأن الخارجية هي الأكبر هي الأقوى، فالداخلية رح تتنفذ كلها لحالها. فهمتوا علي؟ يعني فات لهم ما طلع لحتى وصل الشرط غلط، أما هون طلع مستنى، هون عمل مرة وطلع مستنى كل شيء عم بصير هون ليخلص، بعدين طلع رد عاد مرة تانية. بينما هي الحلقة حصرا راح تتنفس كلياتها طالما أنا ضمن حلقة أوتر، الله الأوتر أو الإنر بكتير. فهي الفكرة الأساسية تبعه. هي عليها سؤال يا شباب بسيطة وسهلة، وأخذين نفس المثال اللي قبل. خلينا نشرح عن البريك والكونتينيو، هذول نقطتين مهمات. إمتى أنا بدي الحلقة توقف وإمتى بدي إياها تشتغل؟ هاي تساوي الأربعة، عفوا فور إنت هاي تساوي صفر إلو هاي. أكبر من 10 ال اي بلس بلس، راح اقول له ضمن هالفور راح اعمل شرط، عم اقول له حل له اف اي تساوي 4. ليش انا حطيت تساوي 4؟ لاني انا ما بدي اسند له قيمة، انا ما بدي اقول له اي يعمل لي اياها تساوي 4، وانا عم اقول له لما الاي تساوي 4، يعني لما قيمة الاي تساوي لقيمة الاربعة بريك، وبعدين نعمل طباعة. عفوا نعمل طباعة system dot out dot line اي اللي انا عامل له اياه هون حلقة فور. إجا اي تساوي صفر، اي اصغر من 10، اي بلس بلس. هون في عنده شرط، اذا اف تساوي 4، اذا اي عفوا تساوي 4، اي لا تساوي 4، فنزل طبعا صفر 1 2 3. بعدين اجى الشرط لا الاي تساوي قيمة الاربعة، قام جا عمل بريك. بريك معناته اطلع من الحلقة، يعني خلص لا عاد كفي ابدا. شو من صار حنشوف انه طبعا من 0 ل 3، ما طبعا الاربعة لان اجت البريك ما مرق الكومبايلر على هالتعليمة هاي، خلص بس شاف بريك مثل يعني مثل اسمك الواحد، خلاص شاف بريك طلع فورا كفى. شوفي شو صاير بعدين، شوفي هذا اللي بهمه، اللي صاير ضمن الحلقة ما عاد بهمه أبدا أبدا أبدا. يعني بريك مثل المكابح، كبحت الحلقة خلاص وقفتها بمحلها. ما عاد يهمه البرنامج أي شيء عم يصير ضمن الحلقة، خلاص لعند البريك كل شيء قبل كلمة بريك بهمه عم بيساوي، بس شاف كلمة بريك وتحقق الشرط تبعه طلع من الحلقة.
الشيء اللي عكس البريك اللي هو continue. أنا راح أقول له continue بدل break. نفس برنامجي تماما. الفكرة تبع الكونتينيو يا شباب إنه حيطبع لي لحظة 0 1 2 3، ما طبع الأربعة. هاي الفكرة المهمة أو الجوهرية تبع الكونتينيو. البريك بيطلع من برنامج، كونتينيو بيكفي الحلقة بس ما بينفذ. يعني طبع 0، طبع 1، طبع 2، طبع 3، اجى على الاي تساوي 4، قام اجى على كونتينيو، قام اجى طلع اي تساوي 5، كفى طبعا، بس لما شاف الكونتينيو ما نفذ، ما بينفذ برنامجه، ما بينفذ امره اللي تبع الفور الحلقة. خلاص بس شاف كونتينيو بيكفي الحلقة، ما عنده اي مشكلة، بس اللحظة اللي شاف فيها الكونتينيو ما بينفذها. مو مثل البريك، اللحظة اللي بشوف فيها بريك بيطلع من الحلقة كلها من دون ما ينفذ لا السطر هاد ولا اللي بعده. بينما كونتينيو بس السطر اللي فيه الكونتينيو ما بينفذه، بعدين بيكفي الحلقة، بيعمل لها استمرار. كمان في لها استخدامات كثير بمجال البرمجة. طبعا البريك والكونتينيو بنحسن نستخدمهم مع فور، بنحسن نستخدمهم مع وايل وواي، ما فيهم أي مشكلة، بيستخدم مع كل الحلقات عندي. هنحكي هلا يا شباب شوي عن الأريز، أخذناهم كمان بالسي بلس بلس، نفسهم تماما بالجافا. هعرف string وأعمل له الأقواس تبع الأري مصفوفة، هسميها cars. اللي بساوي افتح الأقواس الثانية تبعه. هيك أنا بعرف مثل ما اتفقنا من قبل. هيك أنا بعرف الأري، بعرف المصفوفة، أي مصفوفة سيارات بقلبها أسماء السيارات. أول شي فولفو، بعدين BMW، بعدين فورد، بعدين وآخر واحدة هي مازدا. أنا عرفت حلقة اسم، عرفت أري، عرفت مصفوفة فيها اسمها كارز، سيارات فيها 4 عناصر بدي أطبع. بحسن أطبع كل شيء يا شباب، بحسن أقول له أطبع لي الكارز. سامي. لازم حدد
اللي يطبع لي العنصر الأول من كارت، ما مثلا اللي يطبع لي الري كاملة، يطبع لي العنصر الأول من كارت، يطبع لي العنصر الثالث، ما في عنصر رابع، يعني هي 0 1 2 3 مازدا. طيب أنا بدي يعني قديش طول العنصر، قديش الطول تبعه؟ ليش أنا مسوق هي قديش حجمه أو قديش طوله؟ 4 عناصر، عنده الساعة أكتر. بدي اللي طب كيف بدنا نطبع كله؟ إذا بنطبع كله بدنا نعمل له حلقة، إجباري لازم نعمل له حلقة. أي حلقة فور انت مثل ما قلنا عداد الحلقة اسمه i يساوي 0، هنقول له i أصغر من الكارث دوت لينس، يعني أصغر من عدد من قيم من طول، عفوا من طول المصفوفة اللي عندي، هقول له i بلس بلس، هطبع لي الكارث بين هالقوسين حط له اي. هاي مثال كمان عن الاري والفور سوا، يطبع لي اسماء السيارات، بده يفوت يلاقينا ما نحط له قوسين، ما ذلك فعل. بس لأني ما في شي بعده، ما أعطى خطأ، برنامجي يعني بسيط جدا، ما أعطى أخطاء، فات. أنا معرف هون الري اسمه كارس، بقلبه 4 عناصر، فات على حلقة 4، أي تساوي 0، أي أصغر من كارز لينز، يعني أصغر من طول المصفوفة تبعي، مصفوفة عندي 4، يعني هون كأني حاطي رقم 4، أي بلس بلس، زيد لي قيمة الأي. تعطي بعض لي كارز اللي هي الأري عندي قيمة رقم اي اللي هي 0 فولفو، رجع صار 1 بي ام فورد مازدا، طبعا ورا بعضهم تماما. سهلة جدا وبسيطة يا شباب، ما في أي تعقيد. هلا يا شباب رح نحكي عن شيء اسمه ميثود، اللي هو كمان أخذناه بالسي ميثود، بس مساكين مسكين الميثود هو شيء مثل الفانكشن أو مثل الكلاس، نحن نستخدمه بكذا محل. هأعمل هون قبل ما انا اعمل البوبليك تبعي، هون بوبليك ستاتيك، هاعمل ستاتيك void سميه my
مثلا هون أنا حط بقلبه الأشياء اللي بدي إياها، أنا بدي إياها يطبع بس، ما ضروري يحط هون يا شباب شغلات بدها تنفيذ، ممكن نحط قيم، ممكن نحط أي شيء، هاي الشغلات بستخدمها لما أنا بستدعي هالميثود تبعي، مثلا خلينا نكتب ماي فيرست ميثود. حلو، أنا هون عملت أنا برنامجي هون اللي أساسي محل ما نبلش بالميل، ماني عامل أي شيء، كل ما هنالك إذا أنا بدي استدعي هالميثود بس بكتب اسمه، لاحظ لحاله جابه، يعني أنا برنامجي هلأ هون الأساسي ماني عامل فيه أي شيء، بس مستدعي ميثود، راح عليه لقاه هون شوفي بقلبه، بقلبه اطبع عليها الكلمة فنفذها. كتب لي my first method. طبعا كلمة static هاي بتخلي لي المثل تبعي تابع للمين كلاس للأساسي، ما نو كأوبجكت منه، فبتخليه تابع له. هاي شغلات راح تتعلم إن شاء الله بالأوبجكت وال يعني بدروس الأوبجكت. كلمة void معناتها إنه هذا الميثود أو هذا الفانكشن اللي عندي ما ضروري يكون له return، يعني ما ضروري إنه يرجع لي شيء، يعني كمان ما ضروري إنه يعمل شيء، ممكن أنا بدي أخزن فيه قيم بس استخدمه بمكان تاني، ما ضروري يطبع، ما ضروري يعمل أي شيء، فضروري تضيف كلمة void قبل اسم الميثود مشان تعلمه هالشيء، يعني تعلم برنامجك هالشيء انه انا هاد الفانكشن اللي عندي ما بدي اياه يرجع بشيء، ما له ريتيرن. طبعا ممكن الميثود انا استخدمه اكتر من مرة، يعني هون هيك 3 مرات بدي اياه، راح يطبع الكلمة تبعي 3 مرات، مش فيها اي مشكلة. نعطيه مثال ثاني، مثلا أنا عندي هالميثود هون مثل ما اتفقنا، كالميثود هو كفانكشن في له مدخلات نحسن نحطها فيه، أو شو بياخد يعني هذا الميثود شو بياخد، رح أحط له رح ياخد string اسمه fname اللي هو الاسم الأول، كمان هذا المثال تماما اخذينه بالسي بلس بلس، وحيطبع اف نيم اللي انا اساسا اعطيها زائد الجنيه لاست نيم بس ككلمة هيك، ما بدنا نحط جنيه ابدا. لاحظوا هون صار يعطيني خطأ، ليش؟ لأني أنا قايل له إنه هون في أنا عندي هذا الميثود بياخد F-name، طب أنت هون ما دخلت لي F-name، لما قربت عليه فعم بيقول لي الميثود بارامتر لازم تنزخ له شيء في له argument ما أنا موجودة. لاحظ عم بيقول لي يا أما أعمل بالميثود انه انت تحذف هالشي هذا الاف نيم، يا اما انت دخل لي اف نيم عشان انا اعرف اشتغل، طالما سترينج راح اكتبه هيك، لاحظ لحاله كتب لي اف نيم جنبه عشان اعرف اي ليما مثلا، محمد
أعطيتي معه، رحت مالي أسمائي هاي وجنب كل واحد كلمة last name، اللي هي الكنية. هذول جماعة لهم كنية واحدة، فما ضل أكتب أنا كذا مرة، عملت هالطريقة هاي بسيطة، عشان لا أعمل حلقات وغيره وغيره، يعني بساطة شديدة. بحسن كمان كمثال تاني كشي تاني، إنه أنا مثلا والله الميثود اللي عندي بياخد حقيقتين، بياخد اسم أو بياخد رقم. هالرقم اسمه age اللي هو العمر، وأنا هون ماني أعطي قيمة، فأنا هون بدي أقول له بدل ما يطبع لي الكنية راح يطبع لي هون، خليني أكتب is عشان كل واحد زائد إج، يعني فلان إز كذا، فلان عمره كذا، فلان عمره كذا. لاحظ رد أعطاني هون خطأ، لأني أنا عندي شي عندي الإيج هون ماني عاطيه، حطينا هاي. لاحظ شو طالع لك، انتيجر إيج قبل سترينج اف نيم عبينا، هلا حنكتب العمر 5. لاحظ لحالي وأعطاك الإيج 15 22. ليما is 5، محمد is 15، خالد is 22. هاي مثال تاني كمان عن الميثود. هلا بدي خلي الميثود اللي عندي يا أخي يرجع قيمة، بدي إياه يرجع قيمة، حشيل الفويد مثل شوي لما قلنا ليش حطينا فويد، حطيناها مشان انه انا المثل تبعي ما برجع قيمة، بس انا بدي اياه يرجع قيمة. لاحظ كل شي صار غلط. طيب شو المثل تبعي، شو نوعه؟ انتجر، انا بدي اياه بدي أحط فيه أرقام. شو بياخد؟ بياخد integer x، بياخد فيه اسمه x. شو بيساوي؟ ما بدي يطلع ولا شي، بدي يرجع قيمة 200، قيمة 5 زائد x. طب أنا هال x منين بدي أجيبها؟ ببساطة لما أنا بدي أستدعي الميثود تبعي، لاحظ بده ضل عاطيني خطأ طول العمر لحتى أنا أعطيه قيمة للإكس. أنا بدي أعطيه قيمة للإكس، هو بده إياها لأني أنا فوق طالبة، هاي أعطيه 5. لاحظ كتب إكس 5. طب أنا بدي أطبعه، لازم إذا بدي أطبعه لازم أحط عليه الطباعة قبل ما أكتب قبل ما أستدعي، لأني أنا بدي أطبع الميثود تبعي ماي ميثود، وأعطيه قيمة 5 وأعطيه طباعة. راح يرجع لي 10، لأني أنا هون الريتيرن تبعي 5 زائد إكس. يعني لاحظوا أنا هون ما كان عم يعطيني خطأ أبدا لوقت استدعيت الميثود. طالما أنا استدعيت الميثود راح يشغل الميثود عندي، راح يشتغل. وأنا قايل له إنه أنت يعني الميثود بتاخد شيء انتجر بارامتر متغير نوعه انتجر اسمه إكس، وقايل له رجع لي 5 زائد إكس. فإجا هو يرجع 5 زائد إكس، قام جاب ما لقى قيمة للإكس فأعطاني خطأ، قال لي إنه أنت حصرا لازم تدخل لي قيمة للإكس مشان أنا أعمل لك ريتيرن. طالما في ريتيرن معناته ما لازم يرجع خطأ، ما لازم يرجع نول، ما لازم يرجع ايرور.
تمام يا شباب، يكفي لليوم إن شاء الله، بكرة مكفي كمان بالجافا. ناخذ شوية OOP والكلاسات والأوبجكت والإنهارتد الوراثة، كمان أخذناهم بالسي بلس بلس، راح ناخذهم كمان هون. والشغلات الإضافية عن سي بلس بلس راح ناخذهم، اللي هي الإنومز، وال ناخذ الهاش ماب، وهي الشغلات التانية، كمان شغلات برمجية مهمة كتير. الله يعطيكم العافية، تصبحوا على خير.